والله يا شو هي الريحه ما فماش، اما البركه دي موجوده مع عند ربي سبحانه، خاطر رمضان ربي ديما ينزل بركه وينزل خير، وحتى لما عندوش يولي عنده من بركه ربي سبحانه، فهمت؟ مع عند ربي، مع عند ربي، لابد الجار يفقد جاره، لابد البو يفقد صغاره. لاباس الحمد لله، هبرك شوي صحيح، حتى الغلاس نقص شويه، نعملوا شوي نواصل بالعلوش. والله كالتوانسه الكل نفوحوا كالعاده، الحم ومتاع العلوش عادي يعني تيتيب عادي، فهمت؟ وبريك وشربه وسلطه مشويه كالعاده، هاكا ديما نقليو شوي فلفل، هذوكم اساسيات، فهمت؟ جلبانه بالقناريه، فهمت؟ وذاك هو شويه ديسير وكريمه متاع العاده، وشويه زلابي ومخارق، شويه هكاك حلويات وتتعدى السهريه لاباس. ان شاء الله رمضان مبروك، وان شاء الله الدوله تحس بالمواطن، خاطر الشعب كي ما يحسش بيه المسؤول وما يهبطش ويشوف الشعب على الدنيا السلام. ان شاء الله الناس كل رمضان مبروك، ان شاء الله عيدنا مبروك.